التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في جنيف على هامش مشاركته في الاحتفالية الخاصة بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بفريق من مدرسة بيان البحرين، والذي يقوم بزيارة إلى مدينة جنيف، وزار مقر منظمة الأمم المتحدة. نعم، هذا وقد أثنى سعادة وزير الخارجية على أهمية مثل هذه الزيارات التثقيفية باعتبارها فرصة مثلى للتعرف على طريقة عمل منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة التي تتخذ من مدينة جنيف مقرا لها، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة التي تتزامن مع احتفال دول العالم بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في ختام اللقاء استمع وزير الخارجية إلى تعليقات الطلبة وأرائهم حول الزيارة ونتائجها العلمية.